أهلا بكم في عالم ميدو للدهانات. نرى الآن خطوات دهان السيارة بدهانات ميدو. الخطوة الأولى، نستخدم ورق صنفرة رقم 120 ونقوم بصنفرة سطح السيارة حتى نزيل كل الشوائب والصدى وتصبح السيارة مناسبة وجاهزة. للخطوة الثانية، نستخدم تينر ميدو كلينسر لنقوم بتنظيف وتطهير سطح السيارة حتى نتأكد من إزالة جميع الأتربة والشحوم والزيوت. الخطوة الثالثة، نقوم بوزن معجون ميدو ونراعي إضافة 3 جرام مصلب إلى كل 100 جرام من المعجون. ثم نقلبه جيدا. ونضع المعجون على سطح السيارة لسد جميع الفراغات والفجوات. وننتظر لمدة ساعة حتى يجف المعجون كليا. الخطوة الرابعة، نقوم باستخدام ورقة صنفرة رقم 120 ورقم 320 أو نقوم باستخدام ماكينة الصنفرة حتى نقوم بصنفرة المعجون والحصول على سطح ناعم ومستوي. الخطوة الخامسة، نقوم بتغطية أجزاء السيارة وكشف الجزء الذي سنعمل عليه فقط. نقوم بتحضير فيلر ميدو ميكس 2K ونضيف إليه المصلب بنسبة 25% ونقوم بتخفيفه باستخدام تينر كليريك ميدو ميكس حتى نحصل على اللزوجة المناسبة. ثم نخلط ونقلب جيدا ونتأكد من استخدام مرشح مناسب حتى لا تظهر أي شوائب في الفيلر. يترك الفيلر يجف لمدة 24 ساعة ويمكن إسراء عملية الجفاف باستخدام كابينة رش السيارات لمدة 30 دقيقة. الخطوة السادسة، نقوم بصنفرة سطح السيارة باستخدام ورقة صنفرة رقم 400 مع استخدام المياه أو باستخدام ورقة صنفرة رقم 800 بدون استخدام المياه. الخطوة السابعة، نأخذ رقم اللون من شاسي السيارة ثم نضعه على برنامج ميدو ميكس لخلط الألوان في جهاز الكمبيوتر ونقوم بخلط وضبط اللون حتى نحصل على اللون المناسب. وخلال تجهيز اللون نقوم بوزن كل درجة لون منفردة حسب برنامج ميدو ماكس لخلط الألوان. الخطوة الثامنة، نقوم بتطهير السيارة قبل الرش باستخدام تينر ميدو كلينسر ونخفف اللون بتينر كليريك ميدو ماكس بنسبة 1:1. ثم نقوم برش السيارة وجهان يفصل بين كل وجه 5 دقائق، وبعدها نقوم بتخفيف الورنيش الزجاجي بنسبة 50% مصلب ميدو ماكس زائد 20% تينر كليريك ميدو ماكس، ويتم رش الورنيش الزجاجي وجهان. تترك السيارة لتجف لمدة 15 دقيقة ويتم تشغيل وضبط فرن كابينة رش السيارات لمدة 30 دقيقة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية لإتمام عملية جفاف الورنيش. الخطوة التاسعة، ننظف سطح السيارة جيدا باستخدام ورقة صنفرة رقم 1200 أو 2000، وبعدها نقوم بتوزيع جام كومباوند على أماكن متفرقة من السيارة ونستخدم ماكينة التلميع. ونقوم بتوزيع جام بوليش واكس على سطح السيارة باستخدام القطن، ويتميز جام بوليش واكس بكفاءة عالية على تكوين طبقة عازلة على سطح السيارة. بعد استخدام منتجات ميدو
رجعت العربية جديدة مرة تانية.